خلونا نستعرض مع حضراتكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكلنا عارفين إن احنا بالأمس بدأ العام الدراسي الجديد، والنهاردة ثاني أيام العام الدراسي، وطبعا بنأكد على تعزيز رجال المرور من تواجدهم بالشوارع والميادين للعمل على إزالة أي أعطال مرية أو حوادث بتعوق حركة السيارات، وتسهيل وصول الطلاب إلى المدارس والمواطنين إلى الأماكن اللي رايحينهم. هنبدأ معاكم تحديدا جولتنا المرورية من القاهرة ومن كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. بتظهر كمان بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة، وبشارع عباس العقاد وطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة والطريق الدائري بيشهد سيولة مرية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات، وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرية وخصوصا بعد وجود بديل ليه، هو محور 26 يوليو البديل القادم من أكتوبر والمتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفنكس وأحمد عرابي. كمان شارع فيصل بيشهد كثافات مرية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وكمان ظهرت سيولة مرية بكوبري 15 ميل والمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان السفنكس. كمان انتظمت حركة المركبات على مناطق الزمالك، لكن شهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات القادم من شارع جامعة الدول العربية حتى مطلع كوبري 15 مايو. ونروح معاكم لعروض البحر الأبيض المتوسط إسكندرية، وفي كثافة مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ومكملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، ده على طول الشارع. كمان هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا ناخدكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا، ودرجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 32 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة، وأسوان العظمى فيها 37 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.